Started. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، بنرحب بحضراتكم جميعا على منصة علماء المستقبل. نلتقي بحضراتكم في المحاضرة الأسبوعية بعنوان أسس الأمن والسلامة في المختبرات العلمية للأستاذة الدكتورة سهير نازم عبد الرحمن، أستاذ الكيمياء الحيوية، رئيس قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في مركز البحوث الزراعية. تفضل يا دكتور. ألف شكرا، متشكرة جدا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على أسس الأمن والسلامة في المختبرات. الأمن والسلامة في المختبرات عشان نقدر نتعرف عليه، المفروض إن احنا نكون ملمين بالأسس المهمة الأربعة اللي أنا هتكلم عنها. أول حاجة لازم أكون عارفة إيه هي أوراق السلامة المواد الكيميائية اللي بيطلق عليها الماتيريال سيفتي داتا شيتس او الام اس دي اس. الحاجه الثانيه لازم اعرف تصنيف المواد الخطره الموجوده عندي عشان اقدر ان انا اتعامل مع المواد داخل المعمل. الحاجه الثالثه المفروض اتعرف على مستلزمات السلامه في المختبرات، يعني لازم اعرف امتى البس جلافز، امتى البس نظاره، امتى البس قناع، امتى، وهكذا على حسب طبيعه المادة اللي أنا بتعامل معاها والشغل اللي أنا بقوم بيه. رابع حاجة، إيه هي المخاطر المتوقع حدوثها في المعمل وإيه الإجراءات المفروض إن أنا بتبعها عشان أتجنب حدوث المخاطر دي، وإزاي أتعامل في حالة نشوب حرائق في المعمل لا قدر الله. اول حاجه هنتكلم عنها هي اوراق السلامه المواد الكيميائيه او الماتيريال سيفتي داتا شيتس، واللي بنقول عليها الام اس دي اس. تعريفها ايه؟ هي عباره عن صحيفه البيانات او نظام واسع الاستخدام لتصنيف المعلومات عن المواد الكيميائيه ومخالطها. لو انا دخلت على جوجل وحطيت الام اس دي اس لاي ماده كيميائيه انا بتعامل معاها او بشتغل عليها، او كتبت الماتيريال سيفتي داتا شيت مثلا الام اس دي اس اوف ان اي او اتش اوف اتش 2 اس او 4، اي ماده كيميائيه حضرتك عايز تتعرف عليها او حضراتكم عايزين تتعرفوا عليها، بيظهر لي الصوره دي. بتعبر عن كل ما يخص الماده الكيميائيه. فبلاقي فيها 16 ايتم او 16 تعريف المادة. اول حاجه تعريف المادة. معلش يا دكتوره، في صدى صوت. ايوه انا سامعاه بس انا مش عارفه. طب خلي الصوت، ايوه الكمبيوتر خلي زيرو. اتفضلي كده. كده تمام؟ كده تمام. تمام، اتفضلي يا دكتور. كده تمام، انا مش سامعه صدى صوت ولا حاجه. صوت؟ تمام، اتفضل. كده الصوت كويس يا دكتور؟ تمام يا دكتور. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. تمام، بيظهر عندي لما بدخل على جوجل واحط الام اس تي اس لاي ماده كيميائيه انا عايزه اتعرف عليها، زي مثلا هيدروكسيد صوديوم، كلوريد صوديوم، حمض كبريتيك، حمض اتش سي ال، ايا كان نوعيه الماده الكيميائيه اللي انا عايزه اتعرف على طبيعتها او مكوناتها او ايا كان البيانات اللي انا عايز اعرفها. في الام اس دي اس بلاقي حوالي 16 معلومه عن الماده الكيميائيه. اول حاجه ايه هو تعريف المنتج، الماده الكيميائيه دي عباره عن ايه. تاني حاجه التركيب الكيميائي بتاعها. تالت حاجه وصف الاخطار المتوقعه من الاستعمال، هل الماده دي خطره، هل الماده دي غير خطره، هل الماده دي عاديه قابلة للانفجار أو الاشتعال أو إلى آخره، أي معلومة خاصة بالأخطار المتوقعة باستعمال المادة دي أو التعامل معها. كمان الإسعافات الأولية، إذا لا قدر الله المادة دي مثلا جت على الجلد في العين، أو لا قدر الله الرصاص منها طلع على العين أو أبخرة، أيا كان أي شيء ممكن يتوقع حدوثه نتيجة لاستعمال المادة دي، إيه هي الإسعافات الأولية اللي ممكن اللي أنا المفروض أقوم بيها عشان اقدر اتفادى المخاطر اللي ممكن اتعرض ليها. كمان
طرق اطفاء الحرائق الناجمه عن الماده دي. يعني مثلا المفروض ان الماده ديت بيكون ناتج عنها اي انفجار او اي حرائق او الى اخره، ايه هي الطريقه اللي انا استعملها، وايه نوع طفايه الحريق اللي المفروض ان انا استخدمه في هذه الحاله. كمان الاجراءات اللي ممكن اتبعها في حاله التسرب في مواد مثلا بيطلع منها غازات او ابخره او الى اخره، او ممكن العبوه يحصل لها تميع، يحصل لها اي شيء، وبالتالي بيحصل تسريب لجزء من الماده دي. فايه الاجراءات اللي انا ممكن اتخذها عشان اتجنب العمليه دي، او ان انا ممكن اتبعها لو حصل تسريب من الماده. كمان ايه هي الطرق الصحيحه اللي انا استخدمها في حفظ الماده دي، وازاي اتعامل معاها، بالاضافه للحمايه الشخصيه في حاله التعرض لمخاطر من هذه ايه الماده. على فرض ان انا تعرضت لمخاطر من استعمال الماده دي او التعامل معاها او التعرض للابخره بتاعتها او الى اخره، ايه هي الطرق اللي انا اقدر اتبعها عشان اتجنب هذه المخاطر. كمان خواص الماده الكيميائيه والفيزيائيه، ايه الخواص بتاعت الماده دي سواء كانت الخواص الفيزيائيه او الخواص الكيميائيه. الشير علق، لا مش الشير، الجهاز نفسه. مش مشكلة نرجع تاني. ظروف ثبات المادة دي كمان وتفاعلاتها، المعلومات عن مدى سمية المادة الموجودة عندي، مدى تأثير المادة دي على البيئة إذا حصل تسرب لا قدر الله من المادة دي إزاي بتأثر على البيئة، الطريقة الصحيحة للتخلص من المادة دي. يعني مثلا لو أنا استخدمت المادة دي سواء خففتها، عملت منها تخفيفات معينة، ضفتها على حاجات تانية، عملت تفاعل بينها وبين مادة أخرى، إزاي أتخلص من المادة دي بطريقة صحيحة. مثلا بقت اكسبايرد أو الاكسبايرد ديت بتاعها انتهى، فأنا أتخلص منها إزاي. كل الحاجات دي موجودة عندي في الـ MSDS. كمان الطريقة الصحيحة لنقل المادة دي، إزاي بنقل المادة ديت من مكان لمكان. مثلا شركة الكيماويات ازاي تنقلها من المخازن بتاعتها مثلا للكليات او للمعامل او المراكز البحثية او اي مكان. فالمفروض ان هي لازم تكون عارفين الطريقة اللي بيستخدموها في عملية النقل، بالاضافة الى معلومات القانونية اللي لها علاقة بانتاج المادة دي وكيفية التعامل معها. يعني كل مادة بيتم تصنيعها ليها قوانين معينة، او حتى لو احنا مش هنصنعها هنا في بلدنا، احنا مثلا بنستوردها من بره، المفروض ان في شروط معينه او قوانين معينه. لو كلنا نعرف، وطبعا كلنا عندنا علم بالكلام ده، ان في بعض المواد اصلا ممنوع تداولها، في بعض المواد ما تقدرش تدخلها عندك الجهه الحكوميه اللي انت فيها او الجهه المعمليه اللي انت فيها سواء كانت قطاع خاص او قطاع عام الا بتصريح نظرا لخطورتها او الى اخره. اذا هنا بيبقى برضو عندي المعلومات القانونيه اللي ليها علاقة بإنتاج المادة دي وإزاي نتعامل معاها، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن المادة، وده على حسب طبيعة المادة اللي موجودة عندي. طيب الـ MSDS بيبقى فيها العلامة التحذيرية اللي احنا شايفينها دي، متكونة من 4 ألوان، عندي اللون الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق، والعلامة دي بتحذرني من المخاطر الخاصة بالمادة الكيميائية الموجودة عندي. اللون الأحمر بيعبر عن مخاطر الحريق، واللون الأصفر بيعبر عن النشاط الكيميائي، واللون الأزرق بيعبر عن المخاطر الصحية، واللون الأبيض بيعبر لي عن أخطار أخرى أو حاجات أخرى خاصة بالمادة دي، وهنشوف كل واحد فيهم عبارة عن إيه. بالنسبة اللي بيعبر عن خطر الحرائق زي اللون الأحمر، بيبدأ من الصفر وبينتهي عند الأربعة. إذا كان مكتوب عندي، خلينا نبص في الشريحة اللي قبلها، شايفين اللون الاحمر مكتوب فيه 0، والاصفر مكتوب فيه 2، والابيض مكتوب فيه دبليو محطوط عليها شرطه، والازرق مكتوب عليه 2. اذا اللون الاحمر ده المفروض الارقام فيه بتبقى من 0 لحد 4، واللون الاصفر نفس الشيء، والازرق نفس الشيء، والابيض هنشوف العلامات اللي بتبقى مكتوبه فيه. اذا هنا لو انا كان عندي في اللون الاحمر
مكتوب زيرو، إذن المادة دي غير قابلة للاشتعال. طيب لو كان مكتوب واحد يبقى إذن بتحترق عند درجة حرارة أعلى من 93 درجة مئوية. طب لو كان 2 يبقى بين 38 ل 93، لو كان 3 يبقى أقل من 38، لو كان 4 يبقى أقل من 23، وهكذا. إذن أنا لما أبص في اللون الأحمر ولاقي مكتوب زيرو أعرف إن المادة دي غير قابلة للاشتعال، فمفيش عندي مشكلة فيها. طب لو كان 1 أو 2 أو 3 أو 4، يبقى على حسب الرقم الموجود عندي بقدر أتعامل مع المادة دي من ناحية الخطر في الحرائق. طيب اللون الأزرق برضو من 0 إلى 4، وده بيعبر عن الخطورة على الصحة. لو كان 0 إذا المادة دي غير خطرة، مفيش عليها أي ضرر للصحة. طب لو كان 1 يبقى قلة الخطورة، 2 خطيرة، 3 خطيرة جدا، 4 قاتلة. بالنسبة للون الأصفر، وده بيعبر لي عن النشاط الكيميائي، برضه بيبدأ من 0 لحد 4. لو كان 0 تبقى المادة دي مستقرة، مفيش منها أي مشاكل. طيب لو كان 1 يبقى مستقرة في الظروف الطبيعية، لو كانت 2 تبقى غير مستقرة، 3 قابلة للانفجار بوجود مصدر، 4 سهلة الانفجار. بالنسبة للون الأبيض، ده بيبقى فيه عبارة عن اختصارات. يعني لو في W اللي عليها شرطة زي ما احنا شفنا في الشريحة اللي قبل دي، يبقى لا تستخدم الماء، يبقى هنا المية ما نستخدمهاش. لو كانت العلامة اللي احنا شايفينها دي اللي عبارة عن 3 مثلثات فوق بعض، تبقى دي مادة مشعة. لو كان مكتوب أوكسي تبقى مادة مؤكسدة، لو كان كور تبقى مادة كوية، لو كان ألك أو ألكالاين يبقى مادة قاعدية، أو أسيد مادة حامضية، وهكذا. طيب المواد الخطرة دي بتصنف ازاي؟ أنا عندي نظام عالمي بيسمى النظام العالمي البحري للمواد الخطرة، وده بيعتبر من أفضل الطرق اللي بيستخدموها في عملية التصنيف للمواد الخطرة. وفي النظام ده بيتم تقسيم المواد الخطرة تبعا لمرتبة الخطورة بتاعتها، والمرتبة نفسها بيشترك فيها سمات مميزة ليها نظرا لتفاوت شدة الخطورة وطبيعتها. وهنتعرف على كل مرتبة دلوقتي من المراتب الخاصة في عملية النظام أو اللي بيستخدمها النظام العالمي البحري للمواد الخطرة. طبعا كل مرتبة متقسمة لفروع، وكل الفروع دي بتشترك فيما بينها في مرتبة الخطورة نفسها المتفرعة منها، وبتتفق كلها المواد الخطرة دي في نفس الخواص. هنشوف أنا عندي بالنسبة للمواد الكيميائية المتفجرة بتنقسم إلى 6 فروع. لو نبص في الصور الموجودة قدامنا هنلاقي مثلا إيه مكتوب 1.1، 1.2، 1 سوري 1.3، 1.4، 1.5، 1.6. ونبص أسفل الشكل اللي قدامنا ده هتلاقي مكتوب 1.1.1.1.1. هنا يقصد بالواحد المكتوبة تحت دي إن هي تتبع المواد الكيميائية المتفجرة أو مرتبة الخطورة رقم 1. طيب المرتبة الأساسية دي في منها فروع اللي هم 6، وبالتالي بيقول لي 1.1، 1.2، 1.3. لو حضراتكم تسترجعوا كده، أو لما ترجعوا المعمل تطلعوا المواد الكيميائية اللي عندكم بنلاقي عليها ليبل. الليبل اللي موجود على الإزازة ده أو على المادة الكيميائية ده بلاقي عليه، لو كانت المادة دي من المواد الكيميائية المتفجرة بشوف على الليبل العلامة دي موجودة، وأقدر من الأرقام الموجودة أتعرف على الفرع اللي هي بتتبعه هذه المرتبة من الخطورة. إذا كان مكتوب عليها 1.1 إذا دي مواد متفجرة ذات آثار تكبيرية كبيرة أو ماس اكسبلوشن. طيب لو كان 1.2 إذا دي مواد متفجرة لها خاصية الانفجار عند الارتطام. طيب لو كان 1.3 يبقى مواد متفجرة يصاحب انفجارها حدوث حرائق. لو كان 1.4 تبقى مواد متفجرة بيصاحب انفجارها انبعاث حراري ضئيل وملهاش أي أثر تدميري. طب لو كان 1.5 دي مواد متفجرة غير حساسة تماما للانفجار. إذا هنلاحظ ان ايه، ان من 1 ل 6 كل ما بتزيد الرقم كل ما بتقل الخطوره. الاقي مثلا 1.6 مواد متفجره غير حساسه بدرجه قصوى للانفجار وليس لها اثر تدميري ذو الشأن. اذا من العلامه دي او اللي انا بشوفها على الازازه بتاعتي او على العبوه بتاعت الماده الكيميائيه بتاعتي، بقدر احدد
درجة خطورتها أو هي تتبع أي نوع من المواد الكيميائية. مرتبة الخطورة الثانية، ودي بتشمل الغازات المضغوطة أو المسالة. المواد المضغوطة أو المسالة أو الكمبريست جازز دي بأسفلها 3 فروع أو متفرعة إلى 3 فروع، 2-1 و2-2 و2-3. في عندنا هنبص برضو في الليبل بتاعها هنلاقيها موجود تحت 2-2-2، إذا هي تتبع إيه؟ مرتبة الخطورة رقم 2. تمام. 2-1 دي عبارة عن الغازات القابلة للاشتعال أو الفلمابول جازز. 2-2 دي الغازات غير القابلة للاشتعال والغير سامة، نون فلمابول نون توكسيك. 2-3 اللي هي الغازات السامة أو التوكسيك جازز. تمام. نيجي بعد كده لمرتبة الخطورة رقم 3، ودي السوائل القابلة للاشتعال وبرضو بتتفرع ل3 فروع أساسية. أكيد حضراتنا لما هنرجع المعمل وهنبص في كل إزازة أو هنبص على الليبل الموجود على الأزاز بتاعتنا هنقدر نتأكد أو نتعرف على الحاجات دي دلوقتي بسهولة، لأن إحنا خلاص عرفنا إيه المقصود بالعلامة اللي موجودة على الليبل دي. أنا عندي الخطورة رقم 3 دي بتتقسم ل3 فروع. الفرع الأول اللي هو 3-1، وده عبارة عن السوائل ذات نقطة الوقود الومود المنخفضة أو الوميض المنخفضة. 3-2 ودي ذات نقطة وميض متوسطة، و3-3 هي ذات نقطة الوميض العالية. مرتبة الخطورة رقم 4، ودي بتشمل المواد الصلبة أو السوليد، ودي بتنقسم برضو إلى 3 فروع، في منها المواد الصلبة القابلة للاشتعال والمواد ذاتية الاشتعال والمواد التي تطلق غازات عند ملامستها للماء. مرتبة الخطورة رقم 5، ودي بتضم المواد الكيميائية اللي بينتج عنها الأكسجين أو بينتج الأكسجين عن تحللها أو تفاعلها، ودي في منها فرعين، يا إما مواد مؤكسدة، ودي بتضم المواد اللي كونها غير قابلة للاحتراق بالضرورة لكنها بتطلق الأكسجين وبتقوم بعمليات أكسدة، ودي بتبدأ أو بتحفز الحريق في المواد الأخرى المحيطة بيها. 5-2 ودي بتشمل البيروكسيدات العضوية. وادي مكتوب برضو عندنا، نلاحظ إن الرقم موجود على كل ليبل، والرقم دوت بيدل أو بيشير على مرتبة الخطورة التابع ليها المادة الكيميائية اللي احنا بنتعامل معاها. بالنسبة للمواد السامة والمعدية، ودي بتاخد مرتبة الخطورة رقم 6 أو التوكسيك سبستانسز، ودي بتشمل أو بيتبعها فرع واحد بس اللي هو 6-1، وبيشمل المواد السامة، ودي المواد اللي بتحدث الموت أو الضرر الشديد للبشر سواء عند ابتلاعها أو استنشاقها أو لمسها للجلد. والمواد دي بتكون صلبة أو سائلة، مش بالضرورة إنها تكون سائلة أو صلبة، لأ ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. وسواء الإنسان طبعا بتختلف بقى من مادة لأخرى، في مادة ممكن عند ابتلاعها، ممكن مادة عند استنشاقها، ممكن مادة عند ملوثتها للجلد، وفي جميع الحالات كلها بتؤدي إلى الوفاة. المواد المسببة للعدوى، ودي بتعتبر مرتبة الخطورة رقم 7، ودي بتحتوي الكائنات الحية الدقيقة زي البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، الفطريات، والقناة الدقيقة والكائنات الدقيقة المهندسة جينيا أو وراثيا والمهجنة كمان والمتحورة، واللي بيعرف عنها أو بيعتقد إنها بصورة مقبولة بتسبب الأمراض للبشر أو الحيوانات. بعد كده عندنا المرتبة الثامنة من الخطورة، ودي المواد الآكلة أو الكروزيف أو الكروج الكروزيف، ودي بتصنف في المرتبة من الخطورة إنها بتسبب عن طريق نشاطها الكيميائي تلف شديد لما بتلمسها الأنسجة الحية، يعني لو وقعت على الإيد، لو وقعت على أي مكان في الجسم، لا قدر الله رذاذ منها دخل العين والواحد وقعت الإزاز، أيا كان أي مشكلة ممكن تحصل ويوصل جزء منها لأي نسيج حي، بنلاقي ان هي بتسبب تلف شديد للانسجه الحيه دي،
وكمان ممكن لو حصل منها اي تسرب لا قدر الله في الحاويات المحيطه اللي هي موجوده فيها عن طريق وسائل النقل مثلا، ممكن نتيجه لتخزينها لفترات طويله، ايا كان السبب حصل اي تسرب في الحاويات بتاعتها، بيتصاعد عنها بعض الغازات السامه، وممكن تسبب الغازات بتاعتها مع اختلاطها مع الهواء انفجار او اشتعال. المواد الخطرة المتفرقة، ودي مرتبة الخطورة رقم 9، وبتضم المرتبة دي المواد اللي بتشكل خطر خلال النقل أو خطر على البيئة، وما بتندرجش ضمن تصنيف المرتبات الأخرى للخطورة، يعني تعتبر إنها مش من ضمن المواد اللي يعني اللي نقدر نقول إنها على مرتبة عالية من الخطورة. بعد كده هننتقل لرقم 3. ما اتكلمنا على أول حاجة على الـ SMDS، ودي كانت نمرة 1 في المحاضرة. نمرة 2 قلنا إن احنا هنتكلم على تصنيف المواد الكيميائية من ناحية الخطورة بتاعتها. رقم 3 قلنا إن احنا هنتكلم على مستلزمات السلامة الشخصية. طبعا مستلزمات الوقاية الشخصية ما بتمنعش وقوع الحوادث، يعني مثلا مش انا عشان لبست نظاره او لبست جلافز او لبست البالطو بتاع المعمل او الى اخره وانا كده حميت نفسي مثلا او منعت وقوع اي حادث، لا، هي الهدف من ارتدائها هي انها تمنع الضرر او الاذى اللي ممكن يحصل لي لو لا قدر الله حصل اي حادث نتيجه للتعامل مع المواد الكيميائيه الموجوده عندي. طبعا لازم اختار المعدات الوقاية الشخصية، لازم انها تكون مطابقة للمواصفات العالمية عشان تقلل لي من الاخطار اللي ممكن اتعرض ليها بالشكل المناسب او بالشكل المفروض انها جاية عشان استخدمها لأجله. كمان المفروض انها تكون فعالة في الوقاية من المخاطر اللي انا ممكن اتعرض لها نتيجه للتداول او التعامل مع المواد الكيميائيه داخل المعمل او داخل المكان اللي انا بشتغل فيه. اول حاجه هنتكلم عنها هي الادوات الواقيه للوجه والعين. هنتكلم على نظارات سلامه او الدروع الواقيه. انا بستخدم للعين النظارات، ودي بتحمي العين من التلوث ببعض بسبب المواد الكيميائيه، وممكن كمان في بعض النظارات بتكون مطلية بالعدسات بتاعتها تكون مطلية بالمادة المضادة للخدش لمنع الضبابية أو تحسين وضوح العدسة، وممكن إن أنا أركب الدروع الجانبية عشان أوفر حماية أكتر ليا من المخاطر اللي ممكن أتعرض لها داخل المعمل. النظارات الواقية بتستخدم كبديل لنظارات السلام مع الدروع الجانبية، والشريط المطاطي بتاعها شايفين حضراتكم كده في اكتر من صوره قدامنا، اللي فوق ده نظاره واقيه، واللي تحت برضه في النظارات العاديه اللي زي شايفينها فوق دي، وفي كمان بيستخدم نوع من اللي هو له شريط مطاط، وده بيكون قابل للتعديل، يعني ممكن ان انا اضيقه او اوسعه على حسب ما انا اكون على حسب المقاس المناسب ليا، ويكون اكتر امنا ليا في التطبيق. الواقيات بتاعت الوجه او الاقنعه، طبعا انا لما بستخدم القناع بتاع الوجه ده مش معناه ان انا ما استخدمش النظاره. القناع بتاع الوجه بيغطي كل الوجه باستثناء العين، وبالتالي لازم ان انا استخدم النظاره مع القناع بتاع الوجه. في كمان عندي نوع من الواقيات اللي بتستخدم ضد الضوء، ودي بتستخدم للحماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية، وبتساعد على زيادة الرؤية في الظروف، يعني مثلا لما أكون أنا بستخدم أشعة فوق بنفسجية بيكون الضوء بتاعها قوي، أنا ممكن مقدرش أشوف من الضوء ده، فبالتالي النظارات دي بتساعدني إن أنا أقدر أشوف في الظروف اللي فيها ضوء ساطع قوي. كمان شكلها زي ما احنا شايفين كده بتبقى ملونة، وشكلها زي النظارات العصرية اللي احنا بنستخدمها يعني.
في كمان نظارات بتستخدم للحماية من أشعة الليزر، وبتعتبر مشابهة ليها، مشابهة للنظارات اللي هي واقية ضد الضوء، لكن النظارات دي بتتميز إنها بتصفي الطول الموجي الناتج عن أشعة الليزر، ومهمة بشكل خاص بسبب كثافة الليزر العالية للغاية. بعد كده هنتكلم على اللاب كوت أو المعطف بتاع المعمل، وهنا أنا بحتاج في المعمل أرتدي أي حاجة من الثلاثة دول على حسب طبيعة العمل اللي أنا بقوم بيه. يعني في المعامل العادية بتاعتنا احنا بنرتدي البالطو الأبيض اللي في الوسط ده، أو المعطف أو اللاب كوت اللي في الوسط. مثلا الناس اللي بتستخدم فيروسات او جسمها كله ممكن يتعرض لاي مخاطر، او بيتعامل مع مواد، بيتعامل في اماكن فيها حاجات خطره، او باي اشعاع ممكن يضره، اي تلامس، اي تسرب، اي حاجه، فبيلبس اللي هو المعطف الكامل بتاع الجسم. بالنسبه للقفازات، في عندي انواع كتيره جدا من القفازات، وده برضو بيكون على حسب اختلاف نوع العمل اللي انا بأديه. يعني عندي مثلا القفازات الجلدية، ودي بتستعمل بتكون مصنوعة طبعا من الجلد عشان حماية الأيدي والأصابع من الجروح القاطعة. يعني مثلا لو انا بشيل اي حاجة على ايدي يكون ليها اسنان حادة او كده، او حواف حادة، فانا بستخدم القفازات الجلدية. طيب قفازات الاسبستوس دي بتكون مصنوعه من المواد العازله للحراره، او الاسبستوس بيكون ماده عازله للحراره، وبستخدمها للحمايه ووقايه الايدي من اللهب ودرجات الحراره المرتفعه. قفازات المطاطيه، ودي طبعا اللي احنا بنستخدمها في المعامل الطبيه والمعامل بتاعتنا اللي احنا بنشتغل فيها المعمل العاديه يعني، ودي بتستعمل بتكون مصنوعة من المطاط طبعا، وبتستخدم لوقاية الأيدي من مخاطر التلوث بالمواد الكيميائية، وده طبعا بتكون بنستخدمها في المستشفيات، في المعامل الطبية، في المعامل الكيميائية بتاعتنا اللي هي في المراكز البحثية والكليات وخلافه، ودي بتحميني من ملامسة المواد الخطرة لما بستخدم مثلا أجزاء معدنية، أو لما بنقلها، أو أما بنقل بعض المواد، أو بقوم بتداولها من مكان لمكان. قفازات الجلدية، ودي بتكون مبطنة بالرصاص، والقفازات دي بتكون مصنوعة من الجلد ومبطنة بألواح رقم من الرصاص لحماية ووقاية الأيدي من الأجهزة والمواد المشعة من المخاطر اللي بتعرض ليها زي الالتهابات والحروق الجلدية. كمان القفاز ده بيتميز بأنه بيقي الجسم عن طريق الجزء المعرض له، او اللي هي الايدين يعني، من خطر نفاذ الاشعاعات وتاثيرها الضار على جسم الانسان. فبالتالي لما بكون لابسه قفاز زي ده بيحمي الجسم ككل من الاشعاع اللي ممكن يتعرض ليه. بالنسبه للاقدام، طبعا حضراتكم شايفين في عندي 3 دوائر وعليها اكس. ما ينفعش وانا في المعمل البس اي حاجه من الحاجات دي، ان كل الحاجات اللي هي الموجوده قدامنا دي اللي هي عليها اكس دي، او عليها سوري عليها شرطه مايله، دي كلها في منتهى الخطوره لو انا بشتغل في المعامل الكيمياء. طبعا مش كل الاحذيه زي ما انا قلت بتكون مناسبه. الحذاء الكبير الاصفر ده او الطويل ده بيستخدموه في الاماكن اللي فيها مواد كيميائيه خطيره. اما الاحذيه المثقبه والصنادل والمصنوعه من القماش ما بتوفرش حمايه ضد المواد الكيميائيه المسكوبه اللي ممكن تتدلق، او تكون نتيجه مثلا لا قدر الله احيانا بيقع كاس من ايد الباحث غصب عنه، تقع ازازه ماده كيميائيه من ايد عامل، من ايد باحث، من ايد ايا كان الشخص اللي بيستخدم الماده او بيشيلها ينقلها من مكان لمكان وخلافه. المفروض ان انا كمان ارتدي اصابع الارجل في بعض الاحيان، ودي بتكون مصنوعه من الفولاذ لو انا بشتغل مع اشياء ثقيله زي الاسطوانات بتاعه الغاز.
احيانا بكون برضو بحاجة لتغطية الحذاء لما باجي اشتغل مع المواد الخطرة. هنتكلم على الجزء الرابع او الاخير من المحاضرة، وده بينقسم لقسمين. القسم الاول هو المخاطر المتوقع حدوثها بالمعمل والاجراءات المتبعة لتجنب حدوثها، وازاي ان انا بتعامل معاها مع الموضوع ده لو في حالة نشوب حرائق لا قدر الله. ايه هي المخاطر اللي ممكن تتوقع حدوثها في المعمل؟ ممكن يحصل حريق، ممكن يحصل انفجار لعدم الاهتمام بالتعامل بالطريقة الصحيحة مع المواد الكيميائية. طب ازاي انا اقي نفسي من حدوث اي حاجة من الاثنين دول؟ اول حاجة، لازم اي مادة كيميائية انا بتعامل معاها او تفاعل كيميائي انا بقوم بيه، قبل ما اقوم بيه لازم اكون عارفة نواتج التفاعل ده ايه. هل النواتج بتاعته ممكن تحدث تسمم لا قدر الله، تحدث اشتعال، تحدث انفجار؟ وبالتالي لو انا عارفة ان النواتج بتاع التفاعل ده ايه الناتج عنها، بالتالي هقدر اتعامل معاها او اقي نفسي منها. يعني البس كمامة ولا لا، البس درع واقي، البس نظارة، البس اللاب كوت اللي هو مثلا يغطي الجسم كله، ولا البلطو العادي. ده على حسب طبيعة النواتج اللي هتنتج عندي من التفاعل الكيميائي اللي بيحصل. كمان المواد القابلة للانفجار المفروض ان انا ما اخزنهاش عندي، ولو اخزنها لازم اخزنها في مكان بعيد جدا عن مصادر اللهب، مكان بعيد عن الاماكن اللي ممكن يكون فيها درجة حرارة عالية. ما احاولش اعرضها لاشعة الشمس، يعني احطها في اماكن بعيدة عن اشعة الشمس. ما احاولش او احاول قدر الامكان احافظ عليها بحيث انها ما تتعرضش للسقوط او الاصطدام باي جسم صلب او اي جسم ايا كان طبيعته. كمان لازم احفظ اللهب او المواد القابله للاشتعال بعيد عن الموقد. يعني مثلا لو احنا مثلا مستخدمين نار في اي مكان لاي سبب من الاسباب اللي انا لازم ابعد عنه كل الحاجات دي. الخطر الثاني المتوقع حدوثه او الثالث والرابع والخامس هي تسريب غازات سامه، تسرب سوائل كيميائيه، انتشار احدى المواد الكيميائيه الصلبه. في حاله لا قدر الله اتسربت عندي غازات، اتسربت عندي مواد كيميائيه او سوائل كيميائيه، انتشر عندي بعض المواد الكيميائيه الصلبه في المعمل او على البنش او في اي مكان انا بشتغل فيه، ازاي ان انا احافظ على نفسي لو حصل لا قدر الله اي خطر من المخاطر دي؟ اول حاجة المفروض ان انا باستمرار لازم اكون اوير او على علم بمواطن الخطر الموجودة عندي في المعمل، ولازم كمان اكون متخذ الوسائل الواقية للمشكلة دي. لازم اكون عندي حاطط في المعمل كل حاجة او كل ادوات سلامة ممكن تقيني او تحافظ عليا من خطورة الخطر المتوقع عندي ده. تاني حاجة، المفروض المواد الكيميائية السامة والخطرة لازم أحطها بعيد عن متناول الأشخاص الغير معنيين بده. بمعنى في عندي بعض العمال في المعمل، في عندي الفنيين اللي هم برضو صح بيشتغلوا كل حاجة وبقول لهم اعملوا كذا وكذا وعندهم علم، بس ما بقوش على دراية كاملة زي مثلا الدكتور أو الدرجة أعلى في العلمية، الدرجة العلمية الأعلى بيكون برضو عنده خلفية أكتر. فبالتالي المفروض إن أنا أبعد كل المواد ديت عن الغير معنيين بيها، زي مثلا إداريين، زي الموظفين العاديين، العمال وخلافه، وكمان اللي ما عندهمش خبرة في التعامل مع المواد دي. كمان لازم أعرف أو أحدد مدى سمية المواد الكيميائية اللي عندي. عشان كده إحنا بنقول لازم نكون أو نتعرف على الـ MSDS الخاصة بكل مادة كيميائية عشان أقدر أعرف هل المادة سامة ولا غير سامة، هل لو المادة دي اتسرب منها حاجة ممكن تبقى مضرة، أو المادة دي السوائل اتسربت منها مضرة ولا مش مضرة، وهكذا. كمان المفروض إن أنا أعرف الناس الموجودة عندي أو الموجودين في المكان إن المواد دي سامة وإيه هي مدى سميتها، وبالتالي عشان هو كمان يبقى على علم لما يجي يستعملها أو يتعامل معاها. كمان المواد اللي هي بينتج عنها غازات او ابخره سامه او ضاره لازم لما اجي استخدمها داخل خزانه الغازات.
كمان المفروض ان انا اتخذ الحذر لما باجي اضيف ماده كيميائيه على ماده كيميائيه اخرى، لما اجي اضيف اعمل اي تفاعل كيميائي داخل المعمل. طالما انا عارفه طبيعه المواد عندي، اذا لما يحصل لما اجي احط ماده على ماده هبقى عارفه ايه طبيعه التفاعل اللي ممكن يحدث وايه المشاكل اللي ممكن تنتج عنه. كمان ملامسه التيار الكهربائي وملامسه المواد الكيميائيه الضاره وملامسه الاجسام الساخنه، اي حاجه من دول ملامستها بينتج عنه ضرر. طب ازاي انا اقي نفسي منه؟ اول حاجه ان انا المفروض البس الملابس الواقيه زي البالطو زي القفازات زي النظارات وانا بشتغل في المعمل. كمان المفروض ان انا ملمس ولا تذوق اي ماده كيميائيه. يعني في بعض الناس تستنشق الماده الكيميائيه، في بعض الناس بتلمسها، في بعض الناس ممكن مثلا في مواد خطره المفروض ان انا ما استخدمش المصه وانا بالفم وانا بسحبها. المفروض في بعض المصات كده بتبقى متوصله ببامب او متوصله ب في بعض المصات ليها اشكال كده او سوري بعض الادوات بستخدمها اركبها على المصه على اسحب بيها الماده الكيميائيه بتاعتي بدون انا ما المسها بالفم. المفروض ان انا اغسل ايدي بالميه والصابون لما اخلص الشغل بتاعي. المفروض ان انا بعلق اللوحات الارشاديه في المعمل بتاعي عليها التعليمات الخاصه بالاسعافات الاوليه اللي المفروض ان انا اتبعها لو لا قدر الله، او الموجودين في المعمل يتبعوها لو لا قدر الله حصل تعرض للمواد الكيميائيه السامه او الضاره الموجوده عندي في المعمل. طيب عندي كمان لو حصل لا قدر الله سقوط للعبوات بتاعتي او الازاز بتاعتي بتاعت المواد الكيميائيه، او حصل انزلاق للاواني المحتويه على المواد الكيميائيه، او انفجار للازايز دي، كل دي تعتبر مخاطر ممكن اتعرض ليها وانا موجود في المعمل. ازاي ان انا اتغلب او انا اقي نفسي او احافظ على نفسي من المشكله دي؟ المفروض ان الاوعيه اللي انا بستخدمها او المخصصه لحفظ المواد الكيميائيه بتصنع من مواد غير قابله للكسر. زمان كان دايما يجيبوا لنا المواد الكيميائيه اللي هي محطوطه في ازاز جوه عبوات بلاستيكيه. العبوه بلاستيكيه ومقسومه اتنين، جزء محطوط جواه الازازه والجزء التاني بيتفتح ويتقفل زي الغطا كده، بس مفتوح بيدخل منه مفتوح بس خارج منه عنق الزجاجه فقط. وبالتالي كنا بنشيلها وننقلها ونحطها في اي مكان مفيش مشكله. دلوقتي طبعا مع ارتفاع الاسعار وتغير الدنيا بدات ازاز بتجيلك ازاز زي ما هي كده ولا محطوطه جوه عبوات بلاستيكيه واقيه ولا اي حاجه. او ممكن يكون مثلا لو في حاجات بيتم استيرادها اكيد ام عبوات بلاستيكيه ديت اغلى او حاجه، فما اعرفش انا مش عارفه ايه الاسباب يعني. بس احنا كان الاول كانت العبوات او المواد الكيميائيه اللي موجوده في زجاج كانت بتبقى موجوده جوه عبوات بلاستيكيه خارجيه، والعبوه دي مقسومه اتنين زي ما قلت لحضراتكم، الازازه جوه العبوه من فوق جزء فيه الوز كده بيلف زي كانه غطا، والعنق بتاع الزجاجه بس هو اللي ظاهر من الغطا الواقي اللي من بره ده. فطبعا لما بنستخدم العمليه اللي انا بقول لحضراتكم عليها ديت العبوات البلاستيكيه دي كانت بتعتبر غير قابله للكسر، وبالتالي الازازه نفسها لا قدر الله لو راحت يمين شمال اتقلبت على جنبها ايا كان اي حاجه ما بيجرالهاش حاجه، لان كان الكفر البلاستيك ده كان بيحميها. كمان المفروض ان انا اغلق العبوات بتاعتي باحكام عشان ما يحصلش انسكاب المواد الكيميائيه منها. كمان المفروض ان انا ارقم كل وعاء عشان اسهل اتعرف عليه بسهوله واتعرف على نوع المواد الموجوده فيه برضه بسهوله. الجزء الثاني من الرقم 4 هو لا قدر الله اذا حصل نشوب حريق ازاي ان انا اسيطر عليه او اتعامل معاه. طبعا عمليه السيطره او التعامل مع الحريق بيتم عن طريق استخدام طفاية الحريق، وده عشان أقدر أحافظ على الأفراد الموجودة والمنشآت كمان. طيب أول حاجة هنعملها هي هنتعرف على أنواع طفايات الحريق. أنا عندي 4 أنواع من طفايات الحريق: طفاية المية وطفاية الرغاوي وطفاية البودرة وطفاية ثاني أكسيد الكربون.
كل نوع من انواع الطفايات دي بيستخدم في مجال معين. يعني طفايه الميه دي بتستخدم في حرائق المواد الصلبه، ولازم تكون في بدايتها. ايه المواد الصلبه؟ زي الورق، زي الخشب، زي القماش، تمام. طب طفايه الرغاوي، ودي بتستخدم في اطفاء حرائق السوائل القابله للاشتعال، زي الدهانات، زي الاصباغ، زي الشحوم، زي السوائل البتروليه. بالنسبه لطفايه البودره، ودي بتستخدم في معظم انواع الحرائق، وبيفضل ان احنا ما نستخدمهاش لما نتعامل مع الحرائق بتاعت الاجهزه الكهربائيه او الالكترونيه. اذا انا ممكن استخدمها في كل انواع الحرائق ما عدا الحرائق الناتجه عن الاجهزه الكهربائيه او الالكترونيه. طب طفاية ثاني أكسيد الكربون دي برضو بتستخدم في معظم أنواع الحرائق، وبيكون ليها فعالية قوية في إطفاء الحرائق الخاصة بالتجهيزات الكهربائية. طيب أنا بس طفاية الحريق بتتكون من إيه؟ زي ما إحنا شايفين في الصورة كده، بتتكون من الذراع بتاع المطفأة أو الطفاية، ومن المقبض اللي بيتشيل منه الطفاية، والمفتاح بتاع الأمان أو صمام الأمان، بالإضافة إلى مقياس الضغط داخل الطفاية وخرطوم الطفاية. طيب بنستعملها ازاي؟ اول حاجة بسحب الابرة اللي موجودة اسفل المقبض على طول، بعد كده بصوب الطفاية بتاعتي ناحية قاعدة الحريق. يعني ايه؟ يعني اطفي من تحت، انا عندي النار ولعة ماليش دعوة بالجزء اللي فوق خالص، انا اوجه الطفاية بتاعتي لاسفل عند القاعده بتاعت الحريق، بعد كده بضغط على المقبض بتاع الطفايه وابدا اطفي الحريق الموجود عندي. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظنا جميعا، و يعني الف شكر لحسن استماعكم، واشوفكم ان شاء الله في محاضره قادمه باذن الله. لو في اي اسئله انا تحت امر حضرتك، اتفضل. شكرا جدا لحضرتك يا دكتورة على المحاضرة الدسمة والمليئة بالمعلومات، إن شاء الله محاضرة كويسة جدا يعني. حالا دكاترة هنزل لينك الحضور الخاص بمحاضرة النهاردة، وإن شاء الله يتم التنسيق مع الدكتورة برضو لعمل سلسلة بإذن الله من المحاضرات في أسس الأمن والسلامة في المختبرات العلمية، وهنعلن طبعا لحضراتكم على منصتنا عن كل محاضرة في السلسلة طبعا بعد التنسيق مع الدكتورة إن شاء الله، وبإذن الله السلسلة كلها بالشهادات هتكون مجاني بإذن الله عز وجل. حالا هنزل لينك الحضور، اللي عنده أي أسئلة من حضراتكم وحابب يدخل يكتب في الشات اتفضل، حابب يعمل مداخلة مع الدكتورة برضه يعمل ريز هاند عشان يكون في تنسيق وكلنا نستفاد برضه يتفضل. وكالعادة عشان برضه الناس اللي بتسأل على الشهادات وكده، إن شاء الرحمن ماكسيمم السبت بإذن الله بننزل جميع الشهادات على منصتنا على التليجرام، عشان طبعا الشهادات بتكون كتيرة وكده، وهبعت لحضراتكم حالا برضو لينك المنصة على التليجرام عشان اللي مش عليها يتفضل يدخل فيها برضو، عشان الشهادات والمادة العلمية وكل حاجة بتنزل فيها، وتسجيل المحاضرة إن شاء الله مسجلة هتتم رفعها على قناتنا على اليوتيوب بإذن الله. اتفضل، ودي لينك الحضور مرة تانية اهو. دكتورة، في دكتورة بسمة بتقول ما المقصود بنقطة الوميض؟ في عندي بعض المواد الكيميائية بيبقى لها، يعني أول ما تستحيها تتعامل معاها بينتج عنها يعني وميض، أو عارفة أوضحها إزاي، بس ممكن إن شاء الله المرة الجاية أجيب لكم أمثلة عليها بإذن الله. شراز مثلا كده، شراز من اللهيب كده مثلا، أيوه تمام، أيوه شظايا بس إن شاء الله شظايا، شظايا من أجيب الماركت، بعض الصور للحاجات دي إن شاء الله. تمام يا دكتور، تمام. طبعا كلهم بيشكروا في حضرتك، بيقولوا محاضرة مميزة ما شاء الله، يسلموا، شكرا جدا لحضرتك، كله بيشكر في حضرتك يا دكتور ما شاء الله، يعني دي فعلا محاضرة كويسة وأسلوب شكرا مش ليك. مجامل للدكتورة، ولكن والله محاضرة جميلة جدا يعني. دكتور اللي بيقول لي انا بحضر انا واكتر من واحد، مش مشكلة يا دكتور، سجل حضراتكم، سجلوا انتوا الاثنين، احنا هنعمل لكم شهادات مش مشكلة. عايز تتواصل معايا او مع دكتور اناس او مع المنصة وتبعت لنا الاسم التاني برضه مفيش مشكلة، احنا اهم حاجة ان الجميع بيستفاد.
شهادة المبادرة، المبادرة نزلت على فكرة من زمان جدا على جروب المبادرة ده، أنا عملنا حوالي 1500 شهادة يعني ما شاء الله كان عدد كبير جدا ونزلت. هبعت حالا برضو للناس تتكلم على المبادرة، هبعت لينك الجروب المبادرة حاضر. ده لينك الخاص بالمنصة على التليجرام اللي بينزل فيه شهادات، جميع شهادات المحاضرات الأسبوعية تنزل عليه. بخصوص الريسك مانجمنت دكتورة هدير، هي مالها ايه الريسك السؤال طيب؟ مانجمنت ده بيبقى له حاجه لوحده خالص. يعني الريسك مانجمنت حضرتك ده بيبقى له دوره مختلفه تماما، بس مثلا ممكن بعد كده نبقى نتكلم فيه. بس بالنسبه للريسك دي حاجه ودي حاجه تانيه. ان شاء الله هنعمل سلسله يعني باذن الله في كل، يعني هنمسك الجزئيه جزئيه باذن الله طبعا بالتنسيق مع الدكتوره، فما تقلقوش يعني. وده لينك جروب المبادره، الناس اللي حضرت المبادره يا ريت يا جماعه تدوروا في الشهادات الاول مش تسالونا، لان احنا عاملين فعلا عدد كبير جدا من الشهادات، دوروا في الشهادات لو ما لقيتوش مش مشكله، هنعمل لكم شهادات مفيش اي مشكله، بس لازم يكون الجميع حاضر طبعا. في دكتور احمد، البروف دكتور احمد بيقول شكرا جدا على المحاضره، ولكن ليه سؤال، هل الكيماويات لو فيها تاريخ انتهاء صلاحيه هل ممكن استعملها بعد كده؟ الاكسباير ده يا دكتور. بص حضرتك، لو هي حتى اللي عليها يعني عدى الاكسبير ديت بتاعها ولسه ما زالت فعاله او شغاله ممكن تشتغل بيها، بس حاول تتاكد ان النتيجه اللي طالعه منها يعني سليمه. بس يعني احنا في بعضنا عندنا بعض المواد اللي هي يعني بقت اكسبير وبنستخدمها ما دام بتدي نتائج خلاص ما زالت شغاله، خلاص ايه المشكله؟ تمام. متابعينكم من غزة، أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفتين. متابعينكم من ليبيا، أهلا وسهلا بالجميع دكاترة، احنا أهم حاجة الشخص يستفاد، الجميع يستفاد إن شاء الله. المادة العلمية طب حاضر، احنا نستأذن الدكتور عشان عدم الإحراج، وده حاجة ترجع للدكتورة مش لينا احنا طبعا. لا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. تمام يا دكتور، هنرفع لكم برضو المادة العلمية على جروب التليجرام برضو الخاص بالمنصة مع الشهادات عشان محدش يتوه يعني، وكمان تسجيل المحاضرة هنرفعه على قناتنا على اليوتيوب برضو فما تقلقوش. شكرا جدا دكتورة هدى، بتقول شكرا على المحاضرة المفيدة، ولأول مرة أعرف إن هناك أنواع لطفرات الحريق. دكتورة هو ينفع لو في سبب حريق معين ينفع يتطفى بالمية؟ ازاي مش فاهم؟ في بعض الناس اشوفهم في طفات في الحريق بالذات بيطفوه بمية، ففي ناس بتقول ان المية بتزودها بتزود الحريق، وفي ناس بتقول لا، في كلام كتير في الموضوع ده. يعني مثلا لو انت في طاسة مثلا على النار، اها يا زيت يا زيت، تمام لو حصل ولا قدر الله مسكت فيها النار المفروض ما ترميش عليها ميه. المفروض يعني في اه بعض الحرائق حضرتك لو بصيت في الشريحة اللي انا محطة فيها انواع طفايات الحريق، كل نوع من انواع الطفايات دي المفروض ان هو منوط بحاجة معينة. تمام. دكتورة فطبعا خديجة بتقول احنا في المعامل بيبقى عندنا اللي هي الطفاية بتاعت البودرة. تمام يا دكتور. دكتورة خديجة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتعرض الشخص لصاعق كهربي في المختبر، ما هو الإجراء المتبع في هذه الحالة؟ هو هقول لحضرتك على حاجة دلوقتي بالنسبة للصاعق الكهربي، هل هو الشخص يعني لا قدر الله يعني توفى مثلا ولا صاعق كهربي ازاي؟ يعني هو حضرتك اطرح السؤال ده. هو بتقول اذا تعرض لصاعق كهربي يعني ملمس كهربي اثناء الشغل مثلا، ولا تقصد ان هو توفى ولا ايه؟ وضحي السؤال يا دكتوره خديجه. إيه دكاتره، ما حدش يعني، احنا اهلا وسهلا بالجميع، بس ما حدش يكتب اسمائه هنا
في الشات، في لينك حضور اتفضلوا اكتبوا فيه، لان احنا ما بناخدش اسماء من حد من الشات، يعني حضراتكم مشرفينا ده فوق دماغنا، بس يا ريت الجميع يسجل في لينك الحضور، لان احنا بناخد بنعمل الشهادات من لينك الحضور كاتب لحضراتكم، هو ده اللي بيثبت ان الناس حاضره، غير كده ما بنعملش شهادات. في دكتور سمير، بيقول السرفليك اسيد طريقه تخفيفه صح بالميه ازاي عشان اتلافى سخونه التفاعل. بنحط مثلا كمية ماء قليلة قوي، 1 ملي 2 ملي مية، تمام. وبعدين حضرتك بتميل مثلا لو كنت هتستخدم كاس، هتستخدم يعني كونيكال فلاسك، ايا كان اللي حضرتك هتستخدمه بتميله، وتبدأ تنزل الحامض على الجدار بتاع الـ الحاجه اللي انت او العبوه او ايا كان اللي انت هتبدا تحضر فيها المحلول المكثف بتاع حضرتك، يفضل ينزل بشوق ببطء على الجدار، على الجدار، على كميه الميه القليله اللي حضرتك حطيتها. بعد ما خلاص تحط كل كميه الحمض اللي حضرتك عايزها، تبدا بعد كده تزود بقى ميه عشان تكمل عمليه التخفيف. تمام. بالنسبه للناس اللي بتسجل اكتر من واحد حاضر في المحاضره من ايميل واحد، دي ارقام اداره المنصه، تواصلوا معانا ومش مشكله نعمل لحضراتكم شهادات، مش مشكله. شهادات المؤتمر، المؤتمر الخاص ب التغيرات المناخيه، انا كلمت دكتوره ايمان لان هي كانت رئيسه المؤتمر واحنا كنا اورجنايزر معاها، وبالفعل بتعمله، بتظبط، بتعمل الشهادات وكده. يا جماعه يا ريت يعني نراعي ظروف بعض، لان الايام دي فتره امتحانات، مش عشان احنا لا، عشان الناس اللي الناس بتعمل الشهادات وكده، فكده كده كل حاجه هتوصل لكم، يعني ما تقلقوش ان شاء الله. اي اسئله تانية؟ لينك الشهادات حاضر تاني اهو، اتفضل. الماده العلميه زي ما قلنا ان شاء الله هنتواصل مع الدكتوره، والدكتوره مشكوره وافقت، وهنبعت لكم ان شاء الله بعد ما ناخد منها الماده العلميه، نبعتها لكم على جروب المنصه على التليجرام باذن الله. عايزين اي اسئله تانية؟ عشان وقت الدكتوره يعني يا ريت، يعني لو في اي اسئله مفيش، ممكن على الواتس. صعب يا دكتوره، مش بنبعت حاجه لشخص معين، بنبعتها للجميع وكل بيدخل ياخدها. الماده العلميه حاضر، الماده العلميه يا جماعه الجروب اهو بيدخل عليه، بيدخلوا اتفضلوا ادخلوا عليه وهتلوها. حد عنده مشكله ما نزلش الواتس، الكلام ده في ارقام المنصه عند حضراتكم، تواصلوا احنا نبعتها لكم، مفيش ادنى مشكله. اي اسئله تانية؟ ممكن ايميل الدكتوره للتواصل. حاجه ترجع ليها هي بقى، حاجه ترجع للدكتوره. كنت نزلته المره اللي فاتت، حاضر هنزله، حاضر. مفيش اي مشكله طبعا، تحت امر اي حد. شكرا لله، بالتوفيق لحضراتكم جميعا. مش مجامله للدكتوره والله، انا ما بحبش اتكلم قدام حد، بس مش مجامله للدكتوره والله. اللي عايز اي حاجه في تخصص، في تخصص الدكتوره، يعني من الدكتوره سهير من الناس اللي والله بعتز وبتشرف بمعرفتها، فعلا بتساعد الجميع بغض النظر ان النص والكلام ده، لكن فعلا بتساعد الجميع. اللي عايز اي حاجه يعني في تخصص الدكتوره اهو، الدكتوره مشكوره ان نزلت الايميل، فالدكتوره فعلا من بعض الاساتذه ومن بعض الناس الكويسه جدا جدا جدا، يعني بتساعد الجميع. فلو حابين اي حاجه في تخصصها طبعا تفضلوا تواصلوا معاها، الدكتوره بتساعد الجميع يعني. في اي اسئله تانية يا دكاتره؟ طبعا شكرا جدا لحضرتك يا دكتوره سهير على المحاضره الكويسه جدا جدا دي، ونلتقي ان شاء الله في محاضرات اخرى في هذه السلسله، وبالتوفيق جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألف شكر يا دكتور، ألف شكر، ألف شكرا شكر لحضرتك لحضرتك يا دكتور. جميعا، السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام عليكم، تصبحوا على خير يا دكتور.